تقول إنه كان لها صديقة متزوجة ولها أطفال، وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها لكونها تعمل في وظيفة ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلا رافقتها إلى دكتور ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغا من المال عبارة عن إكرامية كما يسمونها، فذهبت بها وفعلا أجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها. وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها، زوج السائلة، فهي أولا تسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره، وثانيا عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك، فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابا لها لمساعدتها في قتل روح، وثالثا هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟ لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك فرارا من وجود هذا الحمل، والقصد من ذلك أيضا كما ذكرت السائلة لأجل تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ، لأن الحمل له حق البقاء وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه وواجب عليها الرفق به والحرص عليه، وربما يكون هذا المولود أصلح لها وأحسن من كل الأعمال، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحا ويكون أنفع لها من كل الأعمال. الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها وأن لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضا لأنها أعانتها على العدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها أن يكون عقوبة لها أيضا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تقدم على هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به وأن لا تفر من وجود الحمل ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدا صالحا ينفعها وينفع الله به الأمة. والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها أيضا مال حرام، لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك، والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء التي يريدن إسقاط الحمل والإجهاض، عليهم أن ينصحوا بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، عليهم أن ينصحوا الحامل في الرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على ذلك على إسقاطه أو يجروا عملية لإجهاضه، لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية. ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي والمال الدنيوي، لأن هذا في مقابل معصية وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة وأن ينصحوا للمسلمين. نعم. هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلا؟ لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوم. نعم. قبل 40 يوم بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب، لكن إذا كان مضر مثلا بصحة الأم أو تعاني مثلا من آلام شديدة في الحمل والولادة، ولو كان مضرا، لأن الحمل فيه مشقة في شك، يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالحمل ما في شك إن فيه مشقة وفيه أمراض وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها وصار لها 3 حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها 3 مرات وأوصى ببر الأب 1 مرة، فما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأمراض، فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض أو شيء من المرض والإجهاد.
عليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر، وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود. فالأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام. نعم.